اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن فقرتنا النهارده فقره مهمه جدا جدا، اعتقد كل الناس هتبقى بتتابعها وهتحبها وهتحب تتبع الخطوات اللي احنا هنقول عليها مع ضيفتنا الجميله اللي منورانا. وان شاء الله نعالج فيها سمر. سمر وحسام، ما تكذبش يا حسام. او يا جماعه، معظم الناس كلها بتيجي على اواخر ايام في السنه، يعني احنا بنتكلم مثلا 2018، ناس كتير جدا بتتضايق من السنه وتقعد تقول فيها كلام مش كويس، السنه كانت كذا وكذا، وناس شايفه ان هي كانت كلها مشاكل عنيفه وكبيره جدا عليهم، 2018 عملت و2018 سوت، ونقعد نقول ده حصل وحصل وحصل، في حين ان السنين هي مجرد رقم. يعني اللي احنا بنقوله لحضراتكم النهارده هو رقم زياده في العمر، رقم زياده في سنين كل واحد فينا، رقم زياده في السنه. صحيح السنين ليها طاقه، وده علم، وكل حاجه ليها طاقه، بس احنا اللي بايدينا ان احنا نخلي الطاقه دي يا ايجابيه يا سلبيه. وبما ان الموضوع كده فاحنا لسه فيها، زي ما حسام كان بيقول لي في الانترو، قدامي 15 يوم ولا حاجه تلحقي تعملي فيهم اي حاجه، بقول له حاسه خلاص بقى اللي ذاكر ذاكر يا حسام، مفيش وقت ال 15 يوم ده. لكن النهارده هنشوف مع بعض ازاي نخلي السنه دي احلى السنين، ونفتكر كل الذكريات الحلوه اللي عدت فيها، ونجهز كمان ونجهز نفسنا عشان طاقتنا للسنه الجديده، ونبدا بداية كده جميلة عشان نقدر نجذب فيها كل الحاجات الإيجابية، ونقدر نستمد الطاقة والسعادة الإيجابية. يعني مش عايزين نقول ان هنستمد حاجات وحشة، ما هنقعد نفتكر في السنة اللي فاتت ايه اللي حصل فيها وحش، ده اعتقد ان هو بيكمل معانا للسنة الجديدة. النهاردة معانا خبيرة الطاقة الجميلة دكتورة سهى عيد، منورانا في الاستوديو. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا. ويمكن موضوع طابق مميز قوي، يعني وانت طيبة، سنة جديدة ان شاء الله سعيدة. اهو بيحاول يبدأها حلو، بقول لك ايه، ما تقفلش علينا لو سمحت. تفقلوا بالخير تجدوه. طبعا. بس يا دكتور، زي ما بنقول موضوع التوبيك مميز وغريب، يعني كنا بنتناقش وبنتخانق انا وحسام الصبح، هو ازاي انا اعمل كده، ازاي اخلي الوحش اللي عدى. طب حلو. طيب. يعني ما انا عاجل. طب هستاذنك في دقيقه، هنشوف بس وصول الرئيس السيسي ايضا لمنطقه النهضه بالسلام، هتابعها معاكم لحظه بلحظه، وايضا كمان من خلال برنامجنا صباح الورد. بس خلونا نرجع مره ثانيه للدكتوره سهى عيد، خبيره علوم الطاقه، برحب بيكي مره ثانيه. وهبدأ معاكي، هل عندنا فرصة في الوقت المتبقي، هو يمكن 15 يوم جايين، ان احنا نغير البرسبشن او ادراكنا للي حصل طوال 2018، خاصة لو كان ما حدث فيه جزء كبير خلينا نقول سلبي؟ يعني انا عايزه اقول لك يا حسام، اول حاجه ان احنا الكون بتاعنا ده متحرك، بيتحرك الساعات والدقائق والثواني والكلام ده كله، فبيبقى زي الكوره كده بتتحرك، تنزل تطلع، تتحرك شويه سنه سنه لحد ما تنزل تحت قوي، وبعد كده تبتدي تطلع. فكل حاجه فيها حركه، الساعات، الدقائق، الايام، السنين، كل شيء ليه مسارات طاقة مختلفة وطاقات مختلفة. فدايما احنا بنقول دوام الحال من المحال، ده أكيد، لأن في تغييرات مختلفة في الكون كله. مثلا لما بنيجي نتكلم على الفانشوي، النهاردة مثلا البيت كان كله سعادة وكله خير، بيبتدي ينزل شوية سنة سنة، بيبتدي نعمل احنا نفسنا تغييرات في الديكور او تغييرات حركية علشان نخلي الطاقة بتاعة المكان تبقى حلو. حضرتك متخصصة اكتر فكرة المكان. الى اي مدى المكان ممكن يكون، بس بالنسبة برضو للسنين، ما انت برضو عندك الفانشوي علم صيني، فبرضو احنا السنة دي تعتبر السنة اللي فاتت 2018 سنة ارضية. ارضية يعني ايه؟ فيها earth element، ارض، فيها معمار اكتر، فيها طاقات بناء اكتر، فيها شغل عقاري اكتر، فيها بناء زي ما احنا شايفين، وده اللي حصل فعلا. وده فعلا ما زلنا برضو هنعدي على السنه اللي بعدها 2019، برضو سنه ارضيه، يعني برضو فيها نماء، فيها بناء، فيها حاجات كتير قوي تتبع المشاريع العقاريه اكثر، والبناء والتشييد، ودي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. طبعا. حاجه تانية كمان بالنسبه احنا بنتكلم على الناس اللي بنقول ايه، دايما تفائل بالشيء. فدايما ما نقعدش نسمع بقى لا هيحصل حاجه وهنقع وهنعمل، لا لا لا، احنا المفروض نبص للايجابيات فيها عشان تجذب الطاقات الخير الموجوده في السنه.
فما بنبصش بقى الحاجات اللي هي ايه الوحشه، لا انا ببص ان انا السنه اللي فاتت ما قدرتش اعمل حاجه، لا هعملها السنه دي. فهي الطاقات الجذب دي مهمه جدا في ان أي احنا بنجذب اي طاقه اذا كانت سلبيه او ايجابيه. طب دكتور، يعني في ناس كتير لما بتسمعنا كده تقول يعني طب ما هو انا اللي حصل لي في 2018 مثلا كمثال او اي سنه هي كانت معظمها حاجات سيئه او حاجات سلبيه، ازاي زي ما قلنا لهم في الاول كده ان احنا هنحول الحاجات دي او هنطلع بقى بفكره ان احنا مش هنفكر فيها، هنفكر في حاجات حلوه، مع العلم ان بشكل واقعي اكتر الناس هتقول لا ما هو انا عدى عليا موقف واثنين وثلاثه كلهم سلبيات، نقول لهم ايه عشان نخلي 2018 فعلا تعدي على خير كده زي يعني ما بنقول؟ يعني كتير قوي ناس بتبقى داخله كده السنه الجديده يعني بتزق رجل قدام ورجل ورا ومش قادرين وخايفين لا احنا بنبص عشان نجذب الطاقات الجميله في السنه، سواء طاقات سعادة، جواز، خير، مشاريع جديدة، الحاجات دي كلها دايما بنحاول نخش نجذب الحلو. عشان أجذب الحلو يا لازم اللاوعي بتاعي يفكر في الإيجابي، ما يفكرش في السلبي. إن أنا دايما لما بخش إيه بقول إيه، لا 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 ده أنا قالوا لي هيبقى السنة دي هيحصل لي كذا، لما بتفكري فيها كتير بتحصل جامد جدا. تمام. بعكس إنها ممكن حاجة بسيطة تحصل يعني ما حسش بيها قوي، ما تحسيش بيها قوي وترجع وتبقى في حاجة أحلى. أوكي. لكن لو فكرتي فيها إن حاجة وحشة هتحصل هتحصل وهتحصل بقوة، فإحنا ما نفكرش في الشيء الوحش، نفكر في الشيء الحلو دايما. وده بيسموه قانون الجذب، معروف جدا إن أنت بتقدر تجذب الشيء الحلو. حاجة تانية بالنسبة لطاقة المكان أو السنة عموما، أي أعياد دايما بنستقبلها بالفرحة، صح؟ بالخير. في حاجة اسمها إن إحنا بنزين المكان، بنجدد طاقة المكان، نبتدي نحط إيه حاجات جديدة كده، إضاءة وأنوار على البلكونات زي ما بنعمل في رأس السنة وبنعمل في الأعياد الكتير عشان تجذبي الطاقة المتحركة حولك، تمام، لبيتي لمكاني، أحاول أشد الانتباه أو أشد مسارات الطاقة الغير مرئية إنها تخش العتبة بتاعتي. أبتدي أغير ديكور البيت، السنة اللي فاتت كان ديكور البيت كذا وحسيت إن هو إيه الدنيا ما كانتش مظبوطة، لأن السنة دي هبتدي أغير ديكورات جديدة. لأن اللون الغامق بيجذب طاقات سلبية شوية، تمام، لكن اللون المفرح بيدي طاقات إيجابية وارتياح أكتر في المكان. المرة دي الصالون كان في مكان، لا ممكن أحط الصالون في مكان السفرة والسفرة مكان أغير الأماكن، أعمل تجديد. إحنا في الفانغ شوي بنقول في الحركة بركة، فكل ما بتحرك الشيء بيبتدي يديك أحسن طاقات فيه، فبالتالي حتى الديكورات الأثاث غير كده، حتى إحنا بنقول حركة بركة في السعي. صحيح. يعني إن أنت تبتدي بقى إيه تصحى بدري علشان تروح شغلك بدري، تبتدي تنظم الأوراق والحاجات اللي قدامك، تبتدي تنظم فايلاتك، تبتدي تستعد للسنة الجديدة إن أنت هتبتدي بحاجة جديدة. أنا بفتكر وأنا صغيرة إن أنا مثلا إيه لما الكراسة بتاعتي في المدرسة تتلخبط والكلام ده كله، ببقى عايزة أرميها وابتدي أجيب واحدة جديدة علشان أبدأ فيها صح. ودي كانت حاجة من الحاجات اللي هي بتحسسك إن أنت لا هتبتدي بداية صح، هتبتدي طاقة حلوة، تجديد جميل يجذب كل الطاقات الخير ليكي. حقيقي دكتور، في ناس دايما عندها الكونسبت بتاع ان في يوم معين في الاسبوع او رقم معين، وده للاسف ناس كتير، يعني مش هنقول فرد او فردين فهم اللي بيستمدوا مثلا طاقه سلبيه، ناس كتير جدا عندهم اجماع مثلا ان يوم الثلاث هو من الايام اللي مش محببه لديهم، او رقم 13، يعني الحاجات دايما اللي فيها او فبراير او فبراير فعلا. وفي ناس تقول لك ده شهر لازم هيحصل فيه حاجه وحشه، لا مش هيحصل فيه حاجه وحشه، الفلوس بتخلص، الفلوس بتخلص على طول يا دكتور في كل الشهور مش فبراير بس. الحقيقه هل ده حقيقي موجود؟ يعني هل في علم الارقام او في يعني حضرتك من يعني خبيرتك كخبيره طاقه؟ صيني، علم صيني قديم اكتر من 4000 سنه. هل ده موجود في حاجه عدت على حضرتك من باب الخبره يعني؟ يعني موجود. مثلا احنا كان بنقول ايه ان دايما الايت انفينيتي 8 اللانهايه، اللانهايه، فهي فيها ديموميه اكتر. بنقول على رقم 9 كمان 2019، رقم 9 ده حلو قوي، اتس هابينس،
على فكره. ليه بقى؟ 2019 اتس هابينس دايما تسعه بترمز للسعاده، هي رموز معينه لارقام معينه. بس رقم اربعه بيسموه ان هو شوكه الشيطان، اللي هو بيسموه اللي هو رقم الموت او رقم المقلوب. مش مرتاح مش مريح. فبالتالي حتى لما بتروحي هونج كونج او تروحي اسيا يس اربعه مش موجود، بتطلعي العماره بتلاقي رقم اربعه ده مش موجود اصلا في ال 1 2 3 5 بالظبط بالظبط. حتى ما بيحبوش يقولوه، ما بيحبوش ان هم ياخدوا بيوت فيها رقم اربعه، لانه بيرمز الى الفناء الى الموت. او طب اللي بيسمعنا ممكن، طب ما هو ممكن يصدق بقى. لا ما احنا مش عايزين يصدق بقى. بص هو بيرمز لان اللوت بتاعه كمان لوت موت، فبالتالي ما بيحبهوش. لكن احنا ليه طب ما انا ممكن يكون عندي رقم 48 فيلا مثلا وحلوه زي الفل، ليه ما احطش في بالي الحاجه الوحشه عشان ما اجذبهاش اكتر، ولكن اخد الحاجه الحلوه واشدها اكتر، هتديني اقصى مساراتها واقصى الجذب بتاعها واقصى الطاقه بتاعتها. يعني برضو الملخص اللي حضرتك بتقوليه ان احنا اللي بنستمد الطاقه، يعني المفروض ايام الاسبوع كلها بتاعت ربنا وايام كلها جميله وحلوه، ما نتشائمش من يوم معين او ما نقولش اليوم ده وحش، لان فعلا لو احنا قلنا كده هو بيحصل فيه حاجه، فبالتالي احنا بتتاكد عندنا اكتر فكره انه وحش. فده انا اللي بعمله، يعني العيب مش في اليوم. لا ده مش العيب في اليوم ولا في السنه ولا في الشهر ولا حتى العيب في البني ادم. البني ادم ساعات كتير قوي يقول لك ايه، انا بشوف الشخص ده هيحصل لي حاجه تمام، الشخص ده نحس، الشخص ده مش كذا. فعكس تاني واحد تاني يقول لك لا ده لو ما شفتش الشخص ده قبل كذا ده حد وشه حلو عليا، ده وشه حلو عليا. فانت اللي بتعمل ده في البني ادم، هو البني ادم عادي او الرقم عادي. طب ممكن حد بيسمعنا دلوقتي بيقول لا انا بتفائل وكل سنه اقرر ان انا ابدا السنه سنه حلوه، وده حقيقي بيحصل بنقرر بس الظروف مش مساعداني، يعني بتخش وبتمشي الامور على غير ما الواحد بيتوقع وتجري يعني. هو اللاوعي بتاع البني ادم مش الوعي اللي احنا فيه، في اللاوعي او زي ما بيسموه العقل الباطن بيفكر ساعات بعكس، واحنا بنديله الفرصه عن طريق ان انا ايه، لما اقعد اقول لنفسي انا مش هقدر اعملها، لا صعب عليا، لا اخاف، لا مش عارفه ايه، ببتدي يوم بعد يوم بعد يوم بقوي هذا اللاوعي على الشيء اللي ما يقدرش يعمله. لكن لو انا بصيت لنفسي في المرايه لا I can do it، اقدر اعملها، لا سهل، هتنجحها عن طريق الترديد. لما تردد كتير لنفسك لا لا مش خايف، لا لا انا هقدر انجز هذا العمل، هبتدي اعمله، ده سهل قوي، حد غيري عمله قبل كده. بدي اللاوعي بتاعي التفكير المنطقي اللي يقدر يطلع على السلم واحده واحده، فبتقدر تنجز العمل. لكن لو انت اتعودت ولقيت اللي حواليك نفس الناس بيبتدي يقول لك لا خلي بالك هتقع، لا 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 ده الموضوع صعب، الموضوع صعب عليك، المشروع ده لا 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 مش هينجح، اصل ما نجحش مع فلان فمش هتقدر تنجح عليه. انت بتستمد كل يوم الطاقات السلبيه من المحيطين انه يوقف لك الحاجه. خلينا نقف لحظه عند النقطه دي يا دكتور، ويمكن للاسف الظروف اللي احنا فيها والدنيا بقت اصعب شويه، الحاله الاقتصاديه مش كويسه، لا وكل حاجه، الناس عيانه عندها مشاكل كتير، بقى كل اللي قاعد حوالينا بيدينا طاقه سلبيه بدون قصد، يعني هو مش قاصد ان هو يحملني همومه او يحكي لي مشاكله. وده بيحصل بما ان مثلا اتنين صحاب قاعدين او مجموعه افراد قاعدين بيفضفضوا زي ما بنقول لبعض، فبالتالي كله بيطلع مشاكله اللي هو عايزه. لكن انا لو عملت له سويتش، قلبته، قلت له إيه؟ طب انت مش قادر بتاع، لا تقدر ممكن تعمل كذا، تقدر تحوش، تقدر تغير نشاط لحاجه. المهمه مش تابعه معاكم.